رئيس فنزويلا وخليفته أوغو تشافيز الاشتراكي نيكولاس مادورو يكون قد تعرض إلى اعتداء ليلة الجمعة الماضية من قبل محتجين خلال زيارته جزيرة مارغريتا حسب تسجيل فيديو تم بثه على الإنترنت. وذكر أن الرئيس يكون قد تعرض للشتم والضرب وتلا ذلك اعتقال حوالي 30 شخصا من طرف قوات الأمن أفرج عنهم لاحقا باستثناء صحفي تنسب له عملية تسريب تسجيل على الإنترنت. التلفزيون العام الفنزويلي كان بث تسجيلا مختلفا لمادورو في جزيرة مارغريتا وهو يسير ويجري ليلا وسط الجماهير رافعا قبضته في السماء مما يوحي باستقبال إيجابي له في هذه المنطقة. يأتي هذا التضارب الإعلامي في ظرف يسوده توتر كبير في البلاد بسبب مطالبة المعارضة الرئيس بتنظيم استفتاء على مسألة تنحيته قبل انتهاء ولايته، فيما يصره على رفض ويعتبر الضغوط التي تمارسها المعارضة بالنزول إلى الشارع والتظاهر بمئات الآلاف كما وقع الخميس الماضي بمحاولة الانقلاب.